صباحكم الله بكل خير وسعادة وسرور. خلونا نتكلم النهاردة في حاجة سريعة وأنا بتمشى في الطريق، لأن أنا مش محتاجة مقدمات كتير ولا محتاجة شغل كتير. فعايزين نقول بكل بساطة، الحركة اللي احنا شايفينها في السوق حاليا، حركة البيتكوين، تمام، هي حركة هتنحصر ما بين حاجتين. إن البيتكوين هيبدأ يختبر زي ما احنا شفنا مبارح 17500 17900 18000. بعد ما نحاول نختبر كل هذه المناطق، تمام، نبدأ ان احنا يحصل عملية تانية في عملية الهبوط. ليه دايما بنقول ان في اتجاه لعملية الهبوط؟ لان لازال المركزي الفيدرالي، لو بتراجعوا الاحداث اللي حصلت بالطبع امبارح والاجتماع، هنعرف ان في تلميحات بالطبع الاستمرار في زيادة، وحتى لو ب 25%، فدي حاجة لا زالت ايضا هتأثر على الاسواق، لانها بتدل ان عندنا في ركود اقتصادي. ويعني ايه معنى ركود اقتصادي؟ يعني بعض الحاجات المهمة اللي ممكن تؤدي لتعطيل ارتفاع الاسواق. ولكن في حلقة مهمة احنا هنعملها باذن الله، ووضح لكم ان في اخبار ايجابية كتير جدا جاية الفترة اللي جاية باذن الله. فلذلك انا بتكلم اول حاجة للمحافظ الصغيرة، تمام، لو انت محفظتك صغيرة خليك مستعد، لان في هبوط لسه تاني جاي. ما تفتكرش ان احنا خلاص البران جه يا جماعة، ياريت يبقى عندنا فكر اكبر من كده، تمام، ان احنا ما نجريش ورا اي شمعة خضراء ونظن ان بيكون لما وصل ل 17 او هيكسر ال 18 كده البران. ما تنساش ان احنا طلعنا في ال 25000 ونزلنا على جدور رقبتنا لغاية ال 15. ده اول حاجة مهمة. الحاجة التانية، احنا عندنا من اول النهاردة باذن الله اكتتابات لمدة شهرين متتالية، تمام. الاكتتابات دي هتكون كالتالي، كلها بتأدي من 350 ل 550%. ايه الاسباب؟ ما يخصكش، لما تبقى في المحافظ الفي اي بي هنعرفك ايه الاسباب اللي ممكن بتأكد لك ان الكلام ده موجود. اذا عندنا حاجة من الاتنين، في دلوقتي نوعين من المحافظ احنا عملناهم. المحفظة الاولى بعد تكرار كتير جدا السؤال، تمام، ومحاولة الاشتراك، فعملنا محفظة بس هيكون اهتمامها هو عملية الاشتراك في الاكتتاب. ليه؟ عشان الاكتتاب ده بس هيتيح لك انك تكبر محفظتك، ودي لازم يكون قيمتها لا تقل عن 6000 USDT، يعني 6000 دولار. بيتم الاشتراك فيها بقيمة سداد 3000 الاشتراك الخاص السنوي، زائد ان بيكون الاكتتاب بقيمة 3000 USDT. ولكن دايما برجح ان تكون المحفظة من اول 8000 USDT. ده بيتيح لك حاجتين، بيتيح لك الاكتتاب، وبيتيح لك كمان المضاربات في بعض العملات المهمة. يمكن بننزل حاجات بسيطة منها على التليجرام وبنأكد انها عملات مهمة، ولكن بالطبع في الـ VIP الموضوع بيكون مختلف. وسواء اذا كان 6000 او 8000، فالاشتراك بيكون قيمته 3000 USDT، وبتقدر ان انت تنضم معانا، وبتتقسم الارباح بعد اتمام كل عملية لأربعين ستين، 60 لصاحب المحفظة و40 انت بترسلها لمحفظة القناة، لان احنا ما بيكونش معانا باسورد، ولا تسمع كلام اي واحد يقولك انا هربط المحفظة، اصل هعمل الموضوع مراية، اصل بتاع. انت لانك مش عارف في السوق، ما بتعرفش ان بيتاخد عليك عمولات من البيع والشراء 1000 مرة، وفي الاخر انت اللي بتكون خسران، والشخص اللي بيقولك انا بدلك عن طريق الربط هو الوحيد اللي بيكون كسبان، وانت كل الاسيتس بتاعتك بتضيع. فرجاء حتى لو انت جديد في السوق، حتى لو انت عايز تبدأ في السوق كويس، اعرف ان بداية من اليوم عندنا مجموعة سلسلة اكتتابات لمدة شهرين. فبدل نزيف يكون كبير في محفظتك، بدل ما هتلاقي ان الهبوط جاي تاني، لان احنا لازلنا في ترند هابط، نعم البيتكوين عمل اغلاق جيد، شمعة جيدة الاغلاق الاسبوعي، لا احد ينكر هذا، تمام، ولكن الاغلاق الجيد ليس الدليل على الارتفاع الكبير، لاننا لازلنا في ترند هابط. وبأكد تاني، ترند هابط. لو الشخص لسه في بادئ الامر ومش قادر يفهم يعني ايه ترند هابط، فلما يشوف البيتكوين نط في 17 ويطلع يروح يشتري، فيلاقيه نزل 15 يبيع ويستنى يجمع USDT، فيرجع تاني البيتكوين يرتفع فيروح يشتري، هو ده الشخص اللي اجمل واحد بيخسر محفظته للسوق. دي مش طريقة سليمة،
ولا أرجح إن أي شخص يشتغل بهذه الطريقة. أنا مش عايز أطول عليكم بالطبع، ده بس فقط لأي محفظة VIP عايزة تهتم بالانضمام معانا في بداية الاكتتابات اللي هتبدأ بداية من اليوم 18 توقيت جرينتش، اللي هو هيكون 21 توقيت المملكة العربية السعودية بإذن الله. أي واحد يحب أن يشترك معنا هيقدر ياخد الرقم الوحيد اللي موجود بالواتس اللي في صندوق الوصف، تواصل معنا، هنجري اتصال هاتفي نقدر نشرح فيه كافة الموضوع بالتفصيل، ثم بعدها لو كل الأمور واضحة وكويسة نقدر أن احنا بإذن الله نعمل عملية الاشتراك ونتم الإجراءات بالكامل. بالتوفيق لكم جميعا. الاكتتاب هو سبيلك الوحيد في الوقت الحالي عشان تقدر تكبر محفظتك، ما تمشيش في الترند الهابط وتقول انك هتضرب وتعمل ارباح. دمتم في رعاية الله وامنه. كنتم مع قناتكم كريبتو بنت ليمان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظ الـ VIP عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.